بسم الله بسم الله الحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. عاود الآية يقول ربي إن الذين لا يرجون لقاءنا ما همش حاط في بالهم حساباتهم في كل ما يقولوا ويفعلوا ويصيروا به اللي فما يوم تدفع الثمن صورة لجوج الجمهور دارين الجمهور لجوج الجمهور ديما الله يجيك. هذاك هو يوم الحكم ويوم الفصل، والله يفصل ويفتح بيننا وبينكم. عند الله نلتقي كخصمين، حطوا في بالكم لابد من ذلك اليوم. وبرا حط لسانك يكرر وتمثيلياتك وكتبك الكل حطهم يقولوا عكس ذلك، والله كمان منا كمان منك. ونزيد ننصحكم أرجو القرآن خاصة الآية الأولى في سورة سبع ستعلمون اللي قال ربي لا تفروا من هذا اللقاء أبدا إنه يسكيب لا مفر سيجمو إنكزورابل أبري لا ريزوريكسيون يعني تحاكم من طرف الحاكم الحكيم سبحانه وتعالى بالطول تحاكم حكما عادلا ورب لا يظلمك في شيء قد قدمت حسنة يضاعف لك والله يضاعف لمن يشاء به الحساب وإذا كان سيئة وخاصة إذا كان داومت عليها كي الخمر والمخدرات والإجرام والقتل العنصري وهذا ما جرب في بالي بيسك C'est inévitable, c'est inexorable. Entendu, on ne croit pas que vous avez bien entendu. Nous sommes dans sur longueur de diamètre de côté. Alors, les gens du Coran, ils ne cessent de vous rappeler qu'il y a un Dieu unique et qu'il a donné des informations 100% sûres. Vous allez être ressuscité et vous allez avoir votre livre où il y a tout noté. Et surtout, ce qui est noté, c'est des crimes, c'est des mensonges, c'est des violences, c'est des ruminations dues à l'effet du prince du mal contre vous. Au salam, à la route du salam.